مصر هي الدولة الأهم اللي بتتميز بفن الإنشاد الديني، قدمت للعالم منشدين عندهم أصوات من السماء وإحساس نقدر نقول عليه مليء بالخشوع، عشان كده قدرت إن أعمالهم إنها تعبر وتعبر وتوصل لقلوب الناس وتسكن كمان في وجدانهم. من أبرز وأجمل الأناشيد عن رمضان اللي قدمه الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ سيد النقشبندي وطبعا غيرهم. صحيح، دولة التلاوة في مصر لا تنتهي. دلوقتي ربما صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بيرعى مبادرة ومدرسة لتعليم الإنشاد الديني. المدرسة دي خرجت عشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب خلال شهر رمضان. هنعرض لكم عدد من النماذج والمواهب والأصوات الجميلة اللي بتزخر بيها مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. أول موهبة معنا هي موهبة لأحد أصغر المنشدين وهو مشرف فتحي البنا. أشرقت شمس التهاني وبدا بدر الفلاح وحظينا بالأمان والسعد لاح كالمصباح عطر مدرسة الإنشاد الديني فيها كتير كتير جدا من المواهب، مختلف الأعمار السنية من الصغار والكبار. النهاردة معانا موهبة صغيرة في السن 13 سنة، هو الطفل مشرف فتحي البنا. هو من البحيرة وبيجي مخصوص من البحيرة علشان يحضر الدروس في مدرسة الإنشاد الديني. أهلا بيك يا مشرف، وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير. قول لي انت الانشاد الديني ازاي دخلت فيه؟ انا كنت شفت المدرسه الانشاد، اعلان مدرسه الانشاد على الانترنت، فقدمت فيها ودخلت الاختبار واكتسبته ودخلت بقى المدرسه. المدرسه بتقبل اعمار سنيه صغيره؟ صغير وكبير وكده. كان معانا ناس سنها 50 و60 سنه. استفدت ايه في المدرسه وانت في المرحله السنيه دي؟ طبعا انت الواحد ما ينفعش يقعد يوم من غير ما يتعلم فيه حاجه، لازم كل يوم تتعلم حاجه، فاستفدت حاجات كتير. يعني مثلا هما كانوا بيجيبوا لنا دكاتره من كليه الموسيقى تقريبا بيعلمونا المقامات والفوكاليز وكده، الدكتور محمد العجيمي والدكتور عثمان ومين تاني كمان، وطبعا الدكتور طه الاسكندراني كان بيدربنا كتير، وما ننساش الفضل للشيخ محمود التهامي. شايف نفسك دلوقتي ازاي او انت استفدت ايه؟ ايه اللي ضاف لك في هذه المدرسه، مدرسه الانشاد الديني؟ معرفه بعض المعلومات. يعني طبعا كل واحد زي ما انا قلت لحضرتك لازم يتعلم كل يوم حاجه جديده، ففي معلومات كتير انا ما كنتش خدتها، يعني استفدتها من المدرسه او كده. يعني زي مثلا التفريد، الارتجال، طبعا حفظونا توشيحات كتير، توشيح صعبه انك تحفظها لوحدك، وما ننساش الفضل يعني الشيخ محمود. بس ايه اللي خلاك تخش في مجال الانشاد الديني، او ايه اللي حبيبك في المجال ده بالذات يعني؟ وانا الحمد لله موهبتي ان صوتي كويس، فاحنا حبيت استغل صوتي اللي هو في الانشاد الديني، بحس انه يعني الغناء ما بحبوش، يعني الانشاد الديني يقربني من الله سبحانه وتعالى. حلو استغلال الصوت فيه وكويس. يعني مين قدوتك في من المنشدين وكبار المبتهلين؟ طبعا الشيخ والمنشد الكبير مصطفى عاطف، والشيخ محمود هلال، والشيخ معتصم العسلي. هل بتحب كمان المنشدين القدامى مثلا او من التراث او كده؟ الشيخ طه الفاشني مثلا، الشيخ النقشبندي. حافظ ايه للشيخ طه الفاشني؟ يا ايها المختار. طب خلينا نسمع كده ابتهال للشيخ طه الفاشني. تمام. يا ايها المختار، يا ايها المختار،
مدحه ماذا أقول لمدحه ماذا أقول ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سما ما شاء الله عليك، رائع جدا جدا. يعني هل الموهبه دي ورثتها عن حد من الاهل او الاقارب او كده؟ انا ليا والدي وجدي منشدين برضو ولا مجرد ان صوتهم حلو؟ لا هو صوتهم كويس بس ما دخلوش مجال الانشاد او قرروا ان هم يدرسوا زي ما انت اخذت الاتجاه ده ومشيت فيه. طب قول لي ازاي بتقدر تحافظ على طبقه صوتك؟ وما شاء الله طبعا واضح ان طبقه صوتك صوتك قوي وعريض، ازاي بتقدر ان انت تحافظ عليه وانت كمان لسه صغير في السن، فتقدر تحافظ على قوته في خلال السنوات اللي جايه لغايه ما تكبر باذن الله؟ يعني مثلا قبل اول ما نقوم من النوم مثلا ما ينفعش نزعق كتير، ما ينفعش نعلي صوتنا، اللي هو نقول حاجه بسيطه او كده. هل حابب يكون في المستقبل ليك كلمات خاصه بيك والحان خاصه بيك واناشيد خاصه بيك بتحمل اسمك؟ طبعا حابب، بس انا عامه ليا يعني. طب فعلا؟ طب قول لنا ايه ليك من اناشيد؟ انا ليا انشوده اسمها وفا لهنات البراق. دي كلماتك ولا كلمات؟ لا هي دي كلمات الامام ابو العزايم الحاني. انت كمان بتعرف تلحن؟ انا ملحن نفسي. ده موهبه يعني. ما شاء الله عليك يعني. الله يكرمك. طب سمعني جزء منها. جزء منها جدا. وفى لحضرته البراق منجما، واتاه جبريل الامين مسلما، ناداه قم للقرب وانهض سيدي، فالله قد صلى عليك وسلم، الملك والملكوت زين بالصفا لمقامك السامي الرفيع تكرما، بادر لحضرة قدسه وجماله، وتملى يا طه برؤية من سما. عظيم جدا ما شاء الله عليك يا مشرف. طب قول لي انت شايف مستقبلك ازاي في الانشاد الديني، او ايه هي طموحك بعد كده؟ انا نفسي ابقى في مسابقه عالميه اسمها الشارقه في الامارات، نفسي ابقى منشد الشارقه يعني في يوم من الايام. ان شاء الله نشوفك قريب يعني ليك الكثير والكثير من الاناشيد والابتهالات الدينيه. مشرف فتحي البنا موهبه فريده، وهو واحد من مواهب مدرسه الانشاد الديني هنا في القاهرة. انتظرونا ولقاء آخر وموهبة أخرى من مواهب مدرسة الإنشاد الديني. دمتم في رعاية الله وأمنه. وهو الكريم.
وهو الكريم وهو الكريم واهب الغفران. مشرف فتحي البنا كان ضيف زميلنا احمد الحسيني اللي بنوجه له كل الشكر على اللقاء المتميز اللي اجراه، وعرفنا اصوات مختلفه، واعتقد ده هيكون موجود معانا على مدار ال 30 حلقه في رمضان، هيكون معانا اصوات متميزه وهنتكلم فيها عن الانشاد الديني.